الله جل وعلا، وأوصى آدم عليه السلام من بعده بوصيته لشيث ابنه، ثم ظل الناس زمنا وقرونا وبعث الله عز وجل فيهم نبيا اسمه إدريس عليه السلام. أما إدريس فهو نبي وليس برسول، فلم يأتي بدين جديد، فالناس لا زالوا يعبدون الله جل وعلا، لكن جاء يذكرهم ويحثهم على الخيرات ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإدريس عليه السلام نبي من أنبياء الله جل وعلا، بل كان من أنشط من دعا إلى الله جل وعلا، ما ترك أحدا في الأرض إلا وعلمه الخير وذكره بالمعروف ونهاه عن المنكر، حتى وصل به الأمر إلى أن الله عز وجل أوحى إلى إدريس: أي يا إدريس، ما من يوم إلا ويكتب لك مثل عمل أهل الأرض كلهم، كل الناس الذين كانوا موجودين. لما؟ لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإدريس